إدراج دارة سيف النصارى يوسف بيك كرم في صغارته على لائحة المباني الأثرية وتحويله متحفا مجانيا من ثلاثة أقسام للتحف والوثائق والغرف التي سكن فيها. عاد أخيرا منزل يوسف بيك كرم في صغارته إلى حيث ينتمي، إلى تراث لبنان الأثري، بعدما أدرج على لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية والتراثية بفضل قرار موقع من وزير الثقافة جابيل عيون، ما أقفل الباب على مراجعات طال أمدها من دون أي نتيجة إن لجهة ترميم المنزل أو توقيع مرسوم إدراجه على اللائحة. عائلة الطبيش المالكة للعقار نوهت بالقرار وبكل من أسهم في حفظ الدار التي تعود إلى العام 1777 ومنع بيعها أو استخدامها خارج إطار المحافظة على تراث لبنان. المتحف هو له ثلاث وجهات. الوجهة الأولى هي ثقافية، يعني يوسف بيك كرم كان يحكي ثلاث لغات، يكتب فيهم بطلاقة، يعني فرنسي عربي إنجليزي وحتى الإيطالي، وعنده يعني مخطوطات لا تعد ولا تحصى مع ملوك العالم. نحن حنحول الجزء الطابق النصاني الصالونات ثقافيا يدل على ثقافته ليوسف بيك كرم. اللي تحت حيكون القطع اللي كان يستعملها هو والجيش تبعه. وإذ دخل منزل يوسف بيك كرم لائحة المباني اللبنانية الأثرية، يبقى تأمين دليل سياحي ثابت في المتحف الذي سيكون افتتاحه برعاية وزير الثقافة والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. في المتفرقات المحلية عثر على شاطئ